أهلا بكم مشاهدينا، عدنا إليكم من جديد. وقانون حماية الطفل من شأنه تدمير الأسرة والطفل، هذا ما قاله أستاذ علم الاجتماع الخزاعي الدكتور حسن الخزاعي، يصرح هذا التصريح الخطير. جميع المواد الواردة في مشروع قانون حماية الطفل لسنة 2022 لا تخدم الطفل، بل أنها تؤول إلى تدمير الأسرة والطفل معا. الخزاعي يقول في تصريحاته إن مشروع هذا القانون بيمنح الأطفال الفرصة والدافع لترك المنزل، عدم الاحترام وطاعة الوالدين، الاستقلالية والانعزال، حرية التصرف في أي شيء دون استشارة الوالدين. وأضاف إنه القانون بيسحب دور الأب والأم والأسرة من رعاية الطفل، بمعنى أن يرعى شؤون نفسه بنفسه مع كونه غير قادر على ذلك، ولا يستطيع الاعتماد على نفسه حتى في تأمين الطعام والمسكن والملبس. لافتاً إلى أنه أكثر ما يحتاج إليه الطفل في هذه المرحلة الزمنية من عمره هو أن يعيش بأمن وأمان في بيئة حاضنة وهي الأسرة. وواضح أنه هالقانون بيمنح الطفل حرية التنقل والانتساب للنوادي الترفيهية، وهي مصطلحات غير معرفة، وهنا تكمن الخطورة. لازلت أقرأ تصريحات الدكتور الخزاعي، بيأكد أنه ما ورد في القانون بيدمر الأسرة بشكل كبير، بيمنح الأطفال حق التنمر على أسرهم، بيشجعهم على الخروج من بيوتهم وبالتالي تفكك هالأسر. قانون حقوق الطفل يعني تأمين العيش الكريم للأطفال والأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي، هذا اللي بيلزم الطفل، الصحة السليمة. بتابع بهمني أنه أأمن مستلزمات أساسية للطفل قبل الحديث عن حرية التنقل والترفيه. قانون حقوق الطفل اللي ثار ضجة حوله خلال الأيام الماضية، وسيتم عرضه على مجلس النواب حتى يتم إقراره والموافقة عليه. نقاشنا مشاهدينا مع ضيفتنا لليوم الأستاذة المحامية ليلى عطا، الحاصل على الماجستير في القانون الدولي وعضو الهيئة التأسيسية لمنظمة الراصد العالمي لحقوق المرأة والطفل الفلسطيني، وهي المستشارة القانونية لمنتدى تمكين وتدريب المرأة والطفل. أهلا وسهلا يا دكتورة ليلى. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله بتصيري دكتورة. إن شاء الله. ثلاث سنين بتصيري دكتورة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، يعني أستاذة ليلى، كل هذا الكلام كلام خطير جدا، بيخلينا نحط إيدنا على قلبنا ويعني عن جد الموضوع صار وصل لرأس مالنا لأطفالنا. رأيك بالكلام أول شيء اللي حكى الدكتور الخزاعي، وبعدين نبدأ نقاشنا حول هذا القانون. ابتداء التخوفات اللي طرحها الدكتور واللي بتطرح على الساحة من قبل المعنيين في الموضوع، سواء اللي طرحت في مجلس النواب أو اللي طرحت من المعنيين في المواضيع الاجتماعية، تخوفات إلها أساس. نعم. ما بنقدر نحكي ما إلها أساس. أنا بنظر للقانون من ناحية قانونية، يعني من ناحية وجوده، من ناحية صياغة المواد، ومن هاي ومن ناحية الحاجة لهذا القانون أو الغاية من هذا القانون. فالطروحات اللي بتطرح هي تتفق مع الفكر إنه القانون هذا جاء لغاية واحدة. نعم. وهي انتزاع الطفل من كافة القوانين ومن الرقابة، حتى رقابة الدولة ورقابة الأب والأم، يعني إعطائها لجهات اسمها الجهات المختصة. نعم. بتعريف القانون، وهي جهات عامة، جهات ممكن داخلية وخارجية فقط، الشرط الوحيد حتى هي تتمكن من إنها هي تدخل معانا على الخط في تربية أبنائنا، أو في الأصح في سحبهم من أماكنهم، لهي تكون هي المسؤولة عن أفكارهم، عن تعليمهم، عن صحتهم، حتى إنه هي يكون لها الصلاحية إنه تحدد إنه مسؤولية الأهل تجاوزوا أو ما تجاوزوا في تربية الأبناء. فأعطيت صلاحيات واسعة داخل هذا القانون بتخلينا فعلا نتخوف ونتوقف نحكي هاي الجهات مين بيمولها ومين حتكون. وتخيلي انه الشرط الوحيد فقط إلها انه هي تكون معنية بالطفل فقط، فقط بغض النظر شو مرجعيتها، شو أهدافها، بدون اي هدف. نعم. وبأي سهولة في اي، يعني أي شخص ممكن يعمل مؤسسة غير ربحية أو يعمل شركة غير ربحية أو جمعية معنية بحقوق الطفل، أو حتى المنظمات الدولية ممكن تعمل هي مكاتب أو جمعيات أو أي أو
أي وسيلة داخل الأردن، في كتير وسائل للمنظمات الدولية الخارجية إنها تفتح مكاتب أو جمعيات، وما حدا ما في أي رقابة. القانون الإشكالية الثانية، إحنا حكينا عن أول إشكالية، وهي اللي هي عفواً دكتور أستاذة ليلى، الجهات هاي بدها تصير شريكة معي في تربية ابني. هلا هي اللي بتضع السياسات والخطط والإعلام، هي اللي حتربيه، أنت حتكوني منفذة لسياساتها أو معاقبة. أها. في الأحرى إذا باختصار. إحنا أو باختصار هيك نعم. الموضوع باختصار، يعني في سياسات معينة راح توضع، وهاي السياسات إحنا مجبورين إنه إحنا ننفذها. هلا هذا الإشي بتلاقيه بالعالم الغربي. نعم. فهلا إحنا بالقانون عم نأسس له، أنا ما بحكي إنه هذا القانون كصياغة حالية بتعطي الأحكام هاي بشكل واضح، لكن هي بتضع الأساس تبعها. أها. وواضح جدا إنه هو الأساس. نعم. إذن القادم أعظم. يعني هذا فقط ابتداء فكرة أنه أنا أخذ الطفل وأضع له قانون وأضع جهات معينة تتدخل في وضع السياسات كاملة للطفل، وبعدين بعد هيك بعد ما أبدأ في هاي الإجراءات رح يكون عندي مجال واسع وكبير بإني أشيل التحفظات اللي كنت اللي وضعت على اتفاقية حقوق الطفل. المجال واسع لهاي الجهات بإنها هي تعدل في القانون والتشريع. الأسوأ من هذا النقطة الثانية اللي كنت أطرحها، مش فقط تدخل الجهات أو الصلاحيات اللي منحهم إياها القانون لهاي الجهات، النقطة الثانية ما في جهة رقابية في كل قانون. يعني بنيجي بنحكي مثلا التعليم، مين مسؤول عنه؟ وزارة التربية والتعليم. أي. الصحة مين مسؤول عنها؟ وزارة الصحة. الدين، المساجد، كل شيء متعلق بالدين، وزارة الأوقاف. احكي لي حقوق الطفل مين مسؤول عنها؟ ما في جهة مسؤولة. ما في جهة. هلأ إيش اللي صار؟ كل جهة موجودة في الأردن المرتبطة بالصحة، التعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، كلهم مسؤولين أمام هذا القانون، لكن هم مش مسؤولين عن تطبيقه، ولكن هم مسؤولين أمامه. نعم. فهم مجبرين على السياسات اللي سوف توضع، ولكن ما هم مش بيراقبوا هاي الإجراءات. يعني الأسر، وزارة التعليم، وزارة التنمية، وزارة الأوقاف، كل من ودائرة قاضي القضاء، ودائرة قاضي القضاء، كل هؤلاء هم مسؤولين أمام هاي الجهات اللي بدها تحط هاي السياسات، اللي حتشترك اللي معهم بهاي. نعم. السياسات. وراح كما الآن يطرح، يعني أنا فت بنقاشات كتير مع زملائي وزملاتي اللي هم متفقين مع القانون أو اللي بياخدوا هذا الاتجاه، طلبت منهم بس يعطوني سبب موجب واحد لهذا التشريع. نعم. يعني أنتوا ابتداء هذا الكل هل الأشياء، هل في ضرورة إلو هيك يعني؟ بالضبط. إحنا لما بنضع أي تشريع، يعني المشرع لما بيضع أي تشريع يكون في حاجة، لا مفترض أنه ينبع هذا من حاجة ويتذكر. يعني إحنا مثلا لما كنا نيجي نحط نظام لأي يعني نقابة أو ما شابه لأنه اشتغلنا في هذا الموضوع، كان أول إشي بتطلبه منا رئاسة الوزراء حدد الأسباب الموجبة والأسباب وراء أنه أنتوا طلبتوا هذا التشريع، مبرراته. نعم. والأسباب الموجبة لتشريعه. أنا لما بسألهم بيحكوا لك اتفاقية حقوق الطفل هي اللي ألزمت الأردن. أنا رجعت لاتفاقية حقوق الطفل، هي مش ملزمة الأردن إنك تعمل قانون خاص لحقوق الطفل. اتفاقية حقوق الطفل ألزمت الأردن بالبنود اللي هي مش متحفظة عليها إنها تطبقها في قوانينها. سألتهم هل هي مطبقة في قوانيننا ولا لا، كلهم سكتوا. بيحكوا لك شو المانع إنه نجمعها؟ بحكي لهم إذا الاتفاقية ما طلبت منكم تجمعوها في قانون، انتم بكم تجمعوها في قانون. ليش تتبرعوا يعني انتم؟ هم بتبرعوا لانهم محتاجين، ملكيين اكثر من الملك. لا، لانهم محتاجينها بتقاريرهم. أه. اللي تقدم عشان المنح اللي ممكن. وبعدين اذا سالتيهم بيحكوا لك هذا مشروع تقدمي. أه. يعني مش مهم مفيد، المجتمع محتاجه، هل هو ينبع من حاجه المجتمع؟ لا، هو احنا نتبع الغرب، المهم اسمه تقدمي، المهم انه اسمه مشروع تقدمي راقي كويس حلو. أها. طب بضرني؟ لا بس هو حلو، ما في مشكلة. طيب أستاذة ليلى، فكرك الناس بالشارع بتعرف شو فحوى هذا القانون ومدى الخطورة وشو أثره علينا مستقبلا، وما الحاجة الذي دعت إليها؟ إحنا قبل ما تجيبيني سألنا الناس بالشارع بهالاستطلاع وسمعنا رأيهم، خلينا نسمع ونشوف وبعدين نرجع لك أستاذة لنسمع رأيك. تمام. أقل من 18؟ لا طبعا، لا أكيد مش مع أنه الطفل يطلع ويروح ويجي. الطفل لسه مش واعي أنه أنت تخليه يطلع ويروح ويجي ويلتقي بناس الله أعلم شو هم. طبعا لا، أكيد أكيد يعني مش مع،
لأنه هذا الطفل بده حدا يوعيه، بده حدا يفهمه، بده حدا مش أي يعني مش مش لسه مش مدرك خطورة إنه يطلع على العالم اللي برا. القانون لا، أنا مش مع القانون. يعني المفروض الطفل يتم مع أهله، يعني ما يطلع لحاله، ما يروح لحاله، يكون في توصاء يعني من أهله. إذا بده يروح على مكان يكونوا أهله يعرفوا المكان الراي عليه، وعمليا يعني هيك بيكون في متابعة على الطفل، والطفل بيطلع تربايته وبيطلع طفل يعني ناجح وبيطلع طفل مربى. ما مش عادي، بحكي لك هذا هو محاربة للإسلام والمسلمين وللأمة الإسلامية، هو جزء من فصل الأسرة وتمزيق الأسرة الإسلامية وبناء أسرة ديمقراطية. لا طبعا خطأ، لأنه هو بيكون يعني تحت رباية أهله، لازم يدلوه على الطريق الصحيحة، يرشدوه. أما أنه والله يكون القانون مطبق عليهم هيك، لا هذا خطأ. هلأ أنا دارسة تربية، بصراحة أنا مع أنه الطفل يفعل ما يشاء، يعمل شو ما بده، بس ضد الشغلات اللي بتكون ضد الشريعة الإسلامية. ما فينا نربي أولادنا، إحنا بلد مسلم، ما فينا نربي أولادنا على هاي الشغلات اللي هي بتكون ضد الشريعة الإسلامية. يعني مشكورين السادة المستطلعين، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، يعني هم الأغلب ذكر زاوية إنه ما بدنا يروح ويجي لحاله، يعني هي السلطة بإني أنا أضل حاططه بالبيت. يمكن الناس هيك أخذت فكرة إنه هذا بس القانون، قانون أخطر من هيك بكتير، وبتوقع فيه مواضيع كتير لازم الأهل يكونوا مطلعين عليها. ابتداء يعني من خلال الطرح اللي بيطرحه، حتى الفكر اللي يؤسس له باتفاقيات حقوق الطفل وما شابه، إنه الطفل اللي عمره سنة زي الطفل اللي عمره 17 سنة 18 سنة، في اختلاف. وعمر الطفل لأي سن؟ هم ل 18 سنة. نعم. رغم إنه اتفاقية حقوق الطفل حكت إنه يراعى سن البلوغ. نعم. لكن إحنا خلص شلناها ولا بدهم يراعوا. لا يعني الطفل اللي عمره سنة بده يتعامل زي الطفل اللي عمره 17 ونص أو حتى 18 إلا يوم. حتى اللي عمره 8-9 سنين هذا يعامل كاللي عمره على أقل 18 يعني نوعا ما. بالضبط. أنا بدي أفترض إنه هو إله الحرية بإنه هو يفكر ويفتح النت زي ما بده يشوف، ويروح على الأماكن الترفيهية اللي هو بيختارها بصرف النظر عن إيش هي. كل هذا ما بتحكي انت عن، يعني انا ممكن اتقبله للطفل بمفهوم الطفل اللي هم بيطرحوه 16-17 سنه. نعم. ممكن اتقبله لاني انت انشاتيه بطريقه صحيحه، وصار عنده هو داخله شخصيه متكونه. نعم. تقدر تختار الصح من الخطا، لكن الاشكاليه ابتداء اني انا ابدا من الطفل من يوم واحد انا اللي ازرع فيه التوجه. انتوا شايفين يعني العالم كله هو عم بيزرع، الإعلام يعني بالذات الغربي والنت وكل الانفتاح هذا هو اللي عم بيزرع الفكر. صحيح. شو اللي بصححه؟ توجيه الأهل. ممنوع هذا مسموح، هون وقف هون امشي. فأنا هذا ما بدي إياه، ما بدي الأهل يوجهه. ما هذا الطفل حر. يعني الطفل حر حتى بهذا العمر، حقه في الحصول على المعلومة كاملة. يعني لحديت الآن هو شوي القانون ما حكى إنه اختيار دينه بس، لكن هو لمح، هو يفكر في الدين اللي بيحبه بعدين. نعم. بختار لا حرية أن يختار. نعم. بالضبط. هو له حرية يراسل ويحكي مع ناس، ما في رقابة، ما في سلطة. نعم. يعني هاي الخطورة الأساسية في موضوع الأفكار، وهاي الناس يعني مستشعرينها موضوع التنقل، لكن هم مش شايفين الخطورة اللي في المواد الثانية. أنا لما باجي بشارك وزارة الصحة في موضوع الصحة، هم مفترضين ببراءة إنه إحنا بنحكي عن صحة الطفل. يعني آخر قضايا اللي صارت للأطفال اللي توفوا في المستشفيات بسبب الإهمال الطبي، بيفترضوا هم إنه هاي المواد موجودة علشان أنا أرعى الطفل طبيا. مش أنت مش محتاج هاي المادة، عندك وزارة الصحة في أصلا بتنظيمها الإداري قسم خاص لدائرة خاصة للصحة الأطفال. يعني عندنا موجودة ما إلها داعي. فأنا دائما بحكي لهم موجود عندنا بالقانون، بدل ما تشتغلوا لي بالقوانين. يعني تعرف إيش الإشكالية؟ بيشغلون المجتمع في قضايا جانبية ما إلها كتير أهمية، وأصلا هي موجودة. يعني حتى أصلا ما في انتقادات. نعم. على الأردن فيما خصوص موضوع حقوق الطفل. عندك جهة بإمكانك تطورها وتطبق عليها الأنظمة اللي أنت شايفها مناسبة، بدل ما تيجي تحكي لها عن الصحة. هم لما بيجوا بيحكوا بهاي الصحة وما بيحكوا بهاي البراءة. بكرة عندك ثقافة جنسية متعلقة. صحيح. بوزارة وفي الصحة، وفي بند واضح تماما حقه في الحصول على. بالضبط. المعلومة الجنسية التي تتناسب. بالضبط. مع عمره، أو أنه كمان برضو نيجي عند الصحة والسلوك في موضوع
اذا كان يعني احنا مثلا نحكي هلا عندنا بقانون العقوبات، ليش بحكي لكم؟ هم كاتبين في القانون بشكل عابر موضوع انه حياه الطفل حق اصيل، لكن انت عندك في قانون العقوبات موضوع الاجهاض، موضوع الاهمال اللي للوالد اللي للمسؤول الولي اللي على رعايه الصغير او سواء كان والدين او غيرهم، بخصص كثير في موضوع حماية الطفل في هاي المواضيع، لكن لما بتيجي على القانون في موضوع الحماية ما بتركه فاضي. يعني العبارات هاي الفضفاضة الواسعة، شو يعني ليش أنا حاولت أربط بين الفكرتين؟ لأنه أنا لما باجي على الصحة ممكن بكرة أجي أحكي موضوع الثقافة الجنسية، العلاقات خارج إطار الزواج، موضوع الإجهاض. رح يصير في حكي تاني في هذا الموضوع. لكن هو هلأ مش موجود، يعني عشان أنا أكون صريحة وواضحة، لكن العبارات الفضفاضة بتسمح لي بمجال واسع في التطبيق. أنا أكون حذرة أنها ما تكون موجودة هاي العبارات. بالضبط. هلأ نيجي على التعليم، لما أنا بدخل جهات بس معنية بالطفل، من وين إجت؟ شو سياساتها؟ ما بعرف. بدها تشارك وزارة التربية والتعليم في وضع المناهج والخطط وإعداد المعلمين كمان، يعني الخطورة كتير كبيرة. نعم. أنا يعني هم زي حطوا الطفل في نص المكان وحوطوه، صحة، تعليم، ترفيه، كل إشي. بالإضافة لهم اللي ذاكرينه في موضوع الرعاية البديلة، هذا مش مستحدث بصراحة. نعم. إحنا عندنا نظام تابع لوزارة التنمية الاجتماعية متعلق بموضوع الرعاية البديلة، لكن هو منضبط. نعم. بنصوص واضحة ومنضبطة. هون بس حكين لك رعاية بديلة. واسرحي في خيالك. صحيح. الإشكالية الكبيرة في القانون هاي العبارات الواسعة اللي سامحالنا نتصرف كيفما، يعني تسمح، أعطت جهات خاصة، حطت الطفل بكل سنوات مراحله العمرية بنفس الإطار، حطته بنفس الإطار، مع أنه هذا الحكي مش موجود في القوانين الثانية. مثلا نيجي نحكي على القانون المدني، القانون المدني بيعطي الطفل عمره 15 سنة حق أنه يتاجر، وبتعطيه بعض الأهلية في بعض المواضيع. قانون الأحوال الشخصية بيعطي سن الزواج. هم ولا أعطوا لا فوق 15 لا تحت 15، كلهم بيتعاملوا نفس الطريقة. الإشي التالي، يعني الإشي كمان كتير جدا خطير والناس مش منتبهة له، عندنا بقانون العقوبات، أعتقد إنها المادة 62 من قانون العقوبات، تعطي صلاحية للآباء بتأديب أبنائهم، ما بتعتبره جرم طول ما هو ما في أداء إذاء ولا في ضرر. نعم. فما بتعتبره جرم، الضرب البسيط، فهاي الأشياء ما بتعتبرها جرم. الاتفاقية مش جايبة سيرة هذا الكلام أبدا. أبدا نهائي. فالإشكالية اللي راح تصير بناءً عليه، بناءً عليه راح تصير أنا عندي إشكاليات لما الأب بعنف ابنه. إحنا هذا الإشي بنشوفه في الغرب، بنستهجن وبنحكي من وين إجا؟ إجا من هين؟ نعم. إجا من هاي، هاي القوانين، من هاي الأشكال، أيوة، من هذا الشكل في القوانين اللي بترك الموضوع مفتوح، بحيث إنه بتصير هاي الجهات المختصة هي اللي تقرر متى. نعم. بعاقب ومتى ما بعاقب، متى بعتبر صح ومش صح. فإذا كان قانون العقوبات ما بيعتبرها هيك، فكيف هاي الاتفاقية اللي بتحكي كل هاي الحقوق؟ وين المادة اللي بتحكي عن صلاحية الآباء في معاقبة الأبناء ورقابتهم؟ أبداً هي نزعوه من ولي الأمر، من الرقابة، من بالإضافة بيحكوا لك على موضوع الترفيه والوسائل المتاحة لكل الفئات، للطفل بفئاته العمرية كاملة، بدون ما يعتبروا اختلاف الثقافي. احنا في الاردن عندنا اختلاف ثقافات سواء في الباديه او في الريف او في المدينه او حتى. صحيح. بين الاسر نفسهم. صحيح. انا بدي تكون انا ابني جزء من اسرتي، فانا بدي انميه على ثقافتي انا. هلا اذا هو اختار فيما بعد يكون في ضمن ثقافه ثانيه او مستوى تدين اخر او مستوى ثقافي اخر، هو حر، لكن ابتداء انا اعطيني حق اني انا انشئه وازرع فيه قيم واخلاق، وبعدين هو له ان يختار بعد ذلك. بالضبط. بالاضافه لانه لما اعطوا الزموا الاسره بانها هي توفر كل هاي الوسائل للطفل، صار الطفل بده ايش؟ بده يعني يجي على اهله يحكي لهم انتم مش موفرين لي، انا ما بدي اكون معكم. راح يجي يتمرد الطفل على الاسره، وراح يجي الاسره تتحاسب ليش مش موفر له. نعم. هلا هون الاختلاف بين ثقافتنا والثقافات الثانيه، هناك الدوله بتامن. نعم. هون الدوله ما بتامن شيء، انت اللي مسؤول عن التامين، وبرضه انت اللي مسؤول عن انه يكون بالمستوى اللي حدده القانون. نعم. طيب احنا عم بخبرني المخرج استاذه ليلى انه انتهى وقت الحواريه، لكن يعني الله يفتح عليك، عن جد حطيتينا بتفاصيل التفاصيل وبينتينا قديش في مخاوف وإشي فعلا يستحق أنه تثور كل هذه الضجة عليه. يعني في جزء من الدقيقة، معلش دي سامحنا أستاذ محمد،
بس رسالتك للآباء والأمهات يعني شو دورهم الآن؟ ابتداء القانون لم يتم تشريعه فيه ولم توافق عليه مجلس الأمة. أنا بتمنى أنه يكون في حراك حقيقي يطالب بحقوقهم هم كأباء وأمهات. جميل. وحقهم في رعاية أبنائهم وحقهم في رقابة أبنائهم. جميل. يطالبوا بحقهم هذا لأنه هذا الحق حينعكس على طفلهم وعلى الأمة من بعدها ومستقبلا عليهم. وصراحة يعني لسه في نقاط كتير في القانون ما حكيناها، ممكن هي تكون نقاط متخصصة أكثر، بس بتمنى إنه اللي سمع منا يفهم قديش إحنا باتجاه خطير لازم نوقف ونحكي لا. نعم، يعني إحنا اليوم بنعلق الجرس وبنحكي وبنطالب من الأهل إنه الكل يقف يعني وقفة جادة تجاه هذا الموضوع، ويصير في حراك بإنه هاي حقوقنا يجب أن لا تنتزع منا. لكن بالتأكيد هذا الحوار سيكون ضمن سلسلة حوارات حول هذا القانون إن شاء الله. سعيدين جدا فيك أستاذة ليلى، ويعني بهالحوار الجميل اللي أثار صراحة عنا فضول كمان نقرأ كل البنود ونتعرف. يمكن حضرتك حطتينا في بعض البنود اللي يعني هي اللي أثارت الجدل والمخاوف، لكن في أيضا أمور أخرى سنتحدث عنها أيضا في لقاءات قادمة. إذا كل الشكر للأستاذة المحامية ليلى عطا، وهي عضو الهيئة التأسيسية لمنظمة الراصد العالمي لحقوق المرأة والطفل الفلسطيني والمستشارة القانونية لمنتدى تمكين وتدريب المرأة والطفل، وهي الحاصلة على ماجستير القانون الدولي. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا سنكون الآن مع أهم ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كثيرة هي المواضيع لكن اخترنا لكم موضوع معين. فاصل قصير وسنبدأ فقرتنا مباشرة.